وقال مسؤول العمليات بالمجموعة الإفريقية لتأمين مباراة الأهلي والزمالك العقيد محمود القاضي، قال إن مباراة القمة من كلاسيكيات الشعب المصري، إذ يهتم المصريون بكل تفاصيل المباراة. أكد القاضي في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى أن مشجعي مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك والمقرر لها في 9 من مساء اليوم عليهم إحضار بطاقات التعريف الخاصة بهم، كما أن هناك بعض الممنوعات مثل الشماريخ والقداحات والكبريت وأي أداة حادة، بالإضافة إلى المعلبات والمأكولات والمشروبات المغلقة. أحب أكد على السادة المشاهدين اللي هيحضروا المباراة، أولا الفان آي دي والتذكرة، ده أول حاجة لدخول المباراة. الحاجة الثانية، في بعض الأشياء دي ممنوع دخولها، وهي أي حاجة بتسبب أذى للنفس أو للغير أو ممكن تؤثر على سير المباراة أثناء يعني اللاعبين في أرض الملعب، وأهمها الشماريخ اللي هي الشعلات النارية، الولاعات والكبريت اللي بتحدث اشتعال نيران، أي أداة حادة أو أي أداة ممكن تسبب أذى للنفس أو الغير، بالإضافة إلى المعلبات المغلقة للمأكولات والمشروبات المغلقة، بعض الحاجات الإلكترونية زي الشواحن والباور بانك والأسلاك. لو في أي مادة دعائية أو إعلانية سواء كانت مسيئة أو غير مسيئة ممنوع دخولها، لو لافتة أو تيشيرت أو أي حاجة مكتوب عليها حاجة دعائية دي ممنوعة. في جوه الاستاد احنا في مجموعة من الشركة الإفريقية بتبقى متواجدة داخل المدرجات وأسفل المدرجات، ومتواجد لينا عناصر في غرف الكاميرات داخل الاستاد، بتبقى بمجرد دخول الجماهير الى ارض الملعب، من قبل دخول الجماهير في ملاحظة حالة وشايفين كل الناس اللي واقفة بره، واثناء تواجد الجماهير على البوابات موجود عناصر تبع المجموعة الافريقية مزودة بكاميرات، الكاميرات دي بتنقل لنا جوه كل يعني تحركات الجماهير.